أقول إن إحنا بنجهز للمؤتمر عشان بحاول كلام برضو كلام عام قوي للسؤال على الإعدادنا في مصر للمؤتمر بتاع المناخ اللي هو في إن شاء الله في نوفمبر السنة دي. إحنا بنبذل جهد مع الشركاء ومع طبعا المنظمين في المؤتمر اللي كانوا موجودين في جلاسكو عشان نضع أهداف يمكن من خلالها الوصول إلى يعني توافق. مش عايز أقول يعني أنا يعني قلت لوزيرة البيئة قومي قولي الأهداف هتقول كتير قوي، لكن أنا مش 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 واصل لكده في إجابتي على السؤال. أنا قلت وإحنا جوه إن إحنا في مصر عندنا أو أنا شخصيا عندي تفاؤل كبير جدا جدا بإن إحنا في من خلال المؤتمرات ديت ومن غيرها هيتم التحرك بشكل كبير جدا في موضوع المناخ. في موضوع المناخ عشان هو خد قوة دفع كبيرة جدا خلال على الأقل مؤتمر جلاسكو وخلال حتى مؤتمرنا ده والأحداث بتاعة المناخ اللي موجودة في العالم كلها بالكامل. لكن خليني أقولك عشان أدي يعني نقاط محددة إن أنا أدي فرصة لوزيرة البيئة أنها تقولك الموضوع ده بفنياته من غير ما نزود كتير في الكلام. شكرا فخامة الرئيس، لو تسمح لي أرد على السؤال باللغة الإنجليزية. Yes, we are. نعم نحن نضع ثلاثة أولويات لدينا، أولا القرار الذي صدر عن جلاسكو والذي نعمل عنه، ثانيا نعمل عليه، ثانيا رئيس مؤتمر الأطراف سوف يكون موجودا لدينا الأسبوع القادم من أجل وضع جدول أعمال، ثالثا مصر التي تستضيف هذا المؤتمر تركز على شيئين، التكيف وتمويل المناخ، ونحن سعداء جدا بأننا تمكنا من فتح برامج لهما في جلاسكو. فيما يتعلق بالشمولية والتنظيم فإن مؤتمر الأطراف سوف يكون شاملا، لن نترك أحد متخلفا عن الركب من أي قطاع من القطاعات لأننا لن نستطيع تكبد تكلفة ذلك الأمر. القطاع الخاص، الخبراء، القطاع العام، كل الأطراف الفعالة سوف تكون موجودة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.